الناس دي الراجل ده دخل نادي الزمالك سنة 92، جابوا فاروق جعفر وغانم سلطان وعادل المأمور ودول الكابتن احمد مصطفى، اتحايلوا عليه علشان يخش بيه نور بيت دالي عشان يعمل له عضوية في نادي الزمالك 92. دخل مع نور بيت دالي، والسنة اللي مش عارف اللي بعدها ولا اللي بعد اللي بعدها نزل انتخابات، سقط سقوط مدوي. وبعد كده جلال ابراهيم راح جايب له المحاضر بتاعت الجلسات بعدم حضور محمود معروف وفايز الزمر مع حفظ الالقاب والاحترام ليهم، فايز بيه الزمر ومحمود بيه معروف ناس المحترمه، بعدم حضورهم 3 جلسات، رفع قضيه في المحكمه. المحكمه حكمت ان الناس دي تمشي واللي من تحتيهم يطلعوا، كان هو ومنير حسن. ودخل ركب عضو مجلس اداره في نادي الزمالك عن طريق ايه؟ عن طريق المحكمه. وده كان بداية تاريخ معرفة نادي الزمالك بالمحاكم والقضايا. قبل التاريخ ده لا نادي الزمالك ولا الأندية كانت تعرف يعني ايه محاكم ولا قضايا، كناش نعرفها. فبداية معرفتنا بالمحاكم والقضايا والمش عارف مجلس الدولة والأحكام الايه والقضاء الإداري والأنفاق المظلمة وإقالة يعني القصص بقى والنفق الأسود ده، نفق الاسود ده، تمام؟ اول واحد يدخله في رياضة في مصر مرتضى منصور، هو ده. وبعد كده ابتدى بقى ايه يتوغل بقى جوه ايه نادي الزمالك لغاية ما وصل للي هو فيه دلوقتي. ده التاريخ. التاريخ ده طبعا الشاهد عليه كل اللي موجودين، الشاهد على هذا التاريخ كل اللي موجودين، عشان تزييف التاريخ وعلشان تضليل الناس وعلشان المغالطة الحقائق، تمام؟ تبقى واضحة قدام الناس مين دول، وعلشان اعرف الناس هم ليه بيشوهوا كل ما هو ابيض بخطين حمر، لان انت ليس لك تاريخ. عرفته ليه هو لما جه قال انا نادي الزمالك تاريخه ابتدى في 2014 ولا ما عرفتوش؟ عشان ملوش تاريخ، فهو عاوز يوجد لنفسه ايه تاريخ. افهم كويس انك بتتمحك في نادي الزمالك، افهم كويس ان نادي الزمالك فضله عليك انت وولادك، افهم كويس ان قيمتك الحقيقيه في المجتمع المصري استمدتها من نادي الزمالك، شهرتك الحقيقيه استمدتها من نادي الزمالك. انت قبل ما تخش نادي الزمالك كنت ايه؟ مفصول من القضاء، وبعد كده محامي. دخلت في معارك مع بعض المشاهير للتنطيط على جثثهم، انما شهرتك الحقيقيه جت من الانتماء لنادي الزمالك، شهره مكتبك جت من الانتماء لنادي الزمالك، اسمك اتعرف وسمع في مصر وفي العالم العربي كله منين؟ من نادي الزمالك. كويس، نادي الزمالك خيره عليك زي ما هو خيره عليا، زي ما هو خيره على الدنيا كلنا، ده كلام محترم. انما انا اللي بقوله ايه بقى؟ طالما نادي الزمالك خيره عليك كده، يبقى تحترم نادي الزمالك وكل من ينتمي لنادي الزمالك. انما تشوه نادي الزمالك، تشوه المنتمين لنادي الزمالك، تشوه كل ما هو ابيض بخطين حمر عشان تبقى انت بس وتمحي هذا الكيان الكبير، لا، اقف مكانك. وزي ما انا قلتها لك قبل كده، مرتضى احمد منصور، احنا نادي الزمالك، انت مين يلا؟ انت مين يلا؟ فتقف مكانك وتضرب تعظيم سلام لكل ما هو ابيض بخطين حمر، وتعرف ان لسه في ناس في نادي الزمالك لم يركعوا، لم يخضعوا، لم يطاطوا، والارهاب اللي انت بتعمله لهم ومعاك للنهايه. ليه النهايه؟ والنهايه متر في مترين لينا كلنا، مفيش حد قاعد على الدنيا، وهنشوف ربنا لما نتقابل قدامه
هنختصم قدام ربنا سبحانه وتعالى ازاي؟ وهنشوف اللي قال كلمة الحق وبيتكوي بيها وبيتجلد بيها وبيدفع تمنها ليل نهار هو واهل بيته، ده هيبقى اجره ايه عند ربنا سبحانه وتعالى؟ واللي عمال يعذب في الناس، واللي عمال يقايد الناس، واللي عمال بيدوس وبيزل على لقمة عيش الناس علشان رجب وعلشان الناس اللي بتدعي بتقول عليه، ده هيبقى امره ايه عند ربنا سبحانه وتعالى؟ تمام؟ تمام. ده الموضوع الاولاني عشان نلحق بقى كمان بالمره اللي بيسربوا بعض الاخبار، من نادي الزمالك بمقايده مصطفى فتحي بعمر جابر لبيراميدز، ادي واحد. اتنين، بيع فرجاني ساسي ب50 مليون جنيه. تلاتة، الابقاء على مصطفى محمد عشان ليس له بديل. ما هو لازم كده، ما هو لازم التسريب بتاع الاخبار يبقى كده. ركزوا معايا، ركزوا معايا، شاير علشان صوتنا يوصل للدنيا كلها، علشان اللي بيديروا دلوقتي يعرفوا انهم مش هيعرفوا يضحكوا على جمهورنا الزمالك. تاني، تسريب الاخبار اللي بيطلع دلوقتي مقايدة مصطفى فتحي بعمر جابر. عمر السعيد هيخش في صفقات تبادلية مع المصري جايله وادي دجلة جايله، ماشي. مصطفى محمد هيقعد، فرجاني ساسي يتباع ب50 ايه؟ مليون. خلي بالكم، خلي بالكم، معروف يوسف، حميد حداد، رزاق سيسيه، الثلاثه رافضين العوده لنادي الايه؟ رافضين الاعاره، يا اما عوده يا اما بيع نهائي. خلي ايه؟ خلي بالكم، خلي بالكم. طيب الكلام ايه؟ الكلام انا قلته مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، وهفضل اقوله كده، هفضل اقوله كده علشان جماهير نادي الزمالك تبقى صحية وفايقة، عشان ما يتعملش غسيل المخ بتاع كل موسم بتاع كل سنة. لابد من الابقاء على الهيكل الاساسي لنادي الزمالك بالكامل، واحد. لابد من الابقاء على الجهاز الفني لنادي الزمالك اللي حقق بطولتين بالكامل، اتنين. وبن شرقي برضه داخل في الليله، اسمعوا كلامي، في ازمه ماديه موجوده عاوز يخلع منها، يقول لك نبيع واللينك مفتوح مع الوكيل المغربي. فهموا، فهموا، لو لعيب واحد فلت هتلاقوا الفرقه دي قررت، وهتلاقوا نفس السيناريو بتاع فريره ونفس السيناريو بتاع جروس هيتكرر تاني. فانا اللي بقول اهو، لا مساس بالهيكل الاساسي بتاع فرقه نادي الزمالك، لعيبه وجهاز اللي عمل بطولتين، ولا استغناء عن اللعيبه الاساسيه في نادي الزمالك بالكامل ولا واحد. عندك اربع حراس، عندك ابو جبل، وعندك جنش، وعندك عواد، وعندك اسمه ايه ده، اسمه ايه الاخير، صبحي، عندك محمود علاء، عندك فرجاني ساسي، عندك طارق حامد، عندك اشرف بن شرقي، عندك شيكابال، عندك مصطفى محمد، عندك مصطفى فتحي، عندك زيزو، عندك اونجم، عندك كابونجو كاسونجو، عندك حازم امام في الجنب اليمين، عندك عبد الشافي وعبد الله جمعه في الجنب الايه الشمال، عندك اللعيبه اللي جايين من تحت الكويسين اللي لعبوا، عندك كريم بامبو. فهموا، ده الهيكل الاساسي. عندك اربعه اتنين تلاته ممكن دول اللي تودي وتجيب، ماشي، يعني عمر السعيد ماشي،
انما ما تجيش جنب لا كابونجو كاسونجو ولا مصطفى محمد. قوتك الضربه، قوتك الضربه ما تجيش جنبهم. ده الهيكل، ده التيم الاساسي. لعيبه بقى اللي بتطعم وبتنزل وقت تدعم بقى، تشوف لي بكايت كويس، تشوف لي مساك كويس، تشوف لي هاف ديفندر كويس، تشوف لي فتوح يرجع يبقى تالت مع الناس دي من الاعاره، لا اجنبي ولا هيكلفك 7.5 جنيه. وتخش على الموسم الجديد لعيبتك وجهازك واخدين حقوقهم تالت ومتلت. غير كده لا، غير كده لا. ده كده اللي انا شايفه. واي زملكاوي مخلص بقى بيحب نادي الزمالك مش متداول بيشجع مرتضى منصور لنادي الزمالك. عندك مشكله ماديه اتصرف، عندك مشكله ماديه ايه اتصرف. واحد بيشتمني علشان عايز احافظ على الفرقه، بيدخل بيشتمني علشان بحافظ على الفرقه. طبعا ما هو طبعا، ما انتوا الكلام دوت مش على هواكم، ما انتوا الكلام ده مش على هواكم، الكلام ده مش ايه، مش على هواكم الكلام ده. طالما انت بت بت بتشجعه واخد بالك، ايوه خلاص ماشي، يا اما انت بتقبض منه بقى، يا انت ايه بتقبض منه. انما الكلمه اللي اي زملكاوي يحب نادي الزمالك، يحب نادي الزمالك، ينتمي لنادي الزمالك، مش لاشخاص جوه نادي الزمالك، دول اشخاص. مرتضى منصور ده عباره عن ايه؟ شخص. ان اجلا او عاجلا هيمشي من نادي الزمالك. جوز العيال بعد ما يمشي ودقني اهي، دقني اهي. لو واحد فيهم عتب باب نادي الزمالك او الرياضه اللي في مصر اللي يقول لك مترشح ترشح التحكم على ايه؟ انتوا يعني انتوا احنا بنهزر، احنا بنهزر. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا ايه بالله. خلاص كده، فديت الاخبار اللي موجودة عن اللعيبة. واخيرا اخر حاجة تخص البهوات دول، انهم بيستعينوا بالمحامي الايطالي سيلفاتوري تشافيلي في قضية كهربا اللي هيتم الحكم فيها الفترة اللي جاية بمشيئة الله تعالى. اللي راجل دوت سبق وتعامل مع كانافارو، طبعا كابتن منتخب ايطاليا، واتعامل مع ميلان، واتعامل مع نابولي. تمام تمام. مهم جدا ان احنا الفترة اللي جاية نؤكد تماما، ونفضل نقول نأكد ونفضل نقول، نؤكد ونفضل نقول الإبقاء على الهيكل بتاع فرقة نادي الزمالك الأساسي، لا بيع ولا إعارة لأي من اللعيبة الكويسين اللي موجودين. مش هنقعد نسرسب فيهم واحد واحد، مش هنقعد نسرسب فيهم واحد واحد، لا مش هينفع، لا مش هينفع. تمام.